خليني ارجع مع حضراتكم للخبر الاولاني، خبر الغواصه الالمانيه اللي هتستلمها مصر النهارده، والمفروض بعد قليل هيتم مراسم التسليم الرسمي. طيب خلينا نعرف اخبار اكتر عن مراسم التسليم. بينضم لنا زميلتنا دنيا ابراهيم مراسل المحور من اسكندريه. دنيا صباح الخير وتحياتي ليكي. اهلا بيكي معانا النهارده. كلمينا عن تفاصيل استقبال الغواصه الالمانيه، ايه اللي وصلنا له؟ قدامنا وقت قد ايه تقريبا على وصول الغواصه للمياه الاقليميه المصريه؟ اتفضلي. انا بكلمك تقريبا من عرض البحر دلوقتي، وحوالي ساعه طلعت من القاعده البحريه ترامب باستقبال الغواصه المصريه اسمها 41.209 المانيه القمر. تم تعاقد عن غواصه من مدينه ناصر غواصه 2019 ومجلس امان الفناء كانت شركه ام اس المانيه بمدينه كيل بولايه سالتينج هاوستن في المانيا الاتحاديه بتاريخ 7/3. استغرق البناء حوالي 57 شهر. تسليم الغواصه كان يوم 10/12 2015، وتم استلام الغواصه ورفع العلم المصري عليها بتاريخ 12/12 2016. تمام. تقريبا على بعد حوالي منها دلوقتي، لسه مش ظاهره قدامنا، ولكن يعني دنيا لسه الغواصه ما وصلتش. لا، هي اوريدي وصلت، بس احنا بنروح نستلمها من عرض البحر، فاحنا لسه ما وصلناش. يعني هي وصلت ولكن انتوا لسه في طريقكم ليها. هي داخل الحدود المصريه وداخل الحدود الاسكندريه. لكن احنا اللي لسه ما وصلنا لغايه، فخلال دقائق ان شاء الله من دلوقتي هنكون قدامها. فيها المنظر رائع جدا، زي كنا فخورين جدا بالسلام بترا الانور السادات وجمال عبد الناصر، فنفس الاحساس بالفخر لمصرنا وبنفس الاحساس بالفخر ان قواتنا البحريه بتقوم بتسليح نفسها بنفسها. تمام دنيا، هنتابع معاكي مراسم الاستقبال وهنتابع معاكي دخول ووصولكم للغواصه الالمانيه. بشكرك دنيا ابراهيم مراسل المحور من اسكندريه، شكرا جزيلا.